اهلا وسهلا البنات، كي دايرين صحباتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ المهمات ديالي كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحيحه الوليدات مو الدار؟ كي داير مع هاد الزمان؟ كي غاديين؟ كي داير مع الحياه؟ كي داير مع الخدمه؟ كل وحده دابا والظروف ديالها. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كنبغي ضروري نطمن عليكم هكا، حيت ما يمكنش ندير معكم فيديو نيشان. حنا المغاربه معروفين بالصواب ومعروفين بالاداب، وهذا فضروري كنبغيو نسولو على بعضياتنا فهذا مكان. المهم باش هذا الفيديو هذا بديتو معكم مورا الفطور. ملي فطرت اول حاجه بديت بها باغا نصاوب ان شاء الله هكا واحد جوج شكيلات ديال الحلوه ان شاء الله هكا على جهدي وعلى قدي. كل واحد كما قلت لكم ديما وديما كنقولها لكم كيمشي على قد جهده. غادي ندير داكشي اللي قديت عليه انا. المهم اول حاجه بديت بها هي كاوكاو هكا كنحمرو ضروري. البنات بغيت نحمرو كنطحنو، حيت ان شاء الله اول حاجه غنبدا بها البنات غنبدا بواحد الحلوه ديال الهلال اللي معروفه محبوبه الجماهير. لا هي البنات لا ريشبوند ان شاء الله. انا كنصاوب الحلويات اللي كيكونوا ساهلين اقتصاديا، اما البنات الصابلي وداكشي بحال كلشي كنعرفو ليه، ولكن كل واحد كيمشي على قد جهدو كما قلت لكم. لان تصابلي باش انك تصايبيه المهم كتكون خاصك تزيدي شويه الماء شويه ديال الدقيق. فكنمشي ديما مع السهله اللي نقدر نصايبها ويقدروا يصايبوها حتى المتتبعات ديالي فهذا ما كان. وهذه راه ديما كنصايب معكم، هي غير هي البنات هاد الحلوه اللي غنصايب معكم شحال من حاجه ناقصه فيها ما كنبغيش نديرها. بحال الفرماج كيدار فيها البنات، الفرماج كيدار فيها بزاف د الحوايج، كيدار فيها الزنجلان. انا حيدته ما كنبغيش البنات الزنجلان ما كيعجبنيش فحيدته منها. كيكون الزنجلان مطحون، كاوكاو مطحون، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، واحد الزبده مارغرين، نصف زبده انا درتها كامله، هي كدير غير نص ديالها، فانيا وخماره وبيضه وحده. هادو هما المقادير البنات اللي كندير فيها، وكيدار فيها بزاف ديال الحوايج. هي فقط حاجه وحده درت واحد لافوت اللي درت هي خايبه انني ما درتش الزبده تذوب، لان باش تجيني ساهله. ومني يلاه شريتها غير شريتها تقضي داكشي خصني، بديت كنخدم خاصها تكون على حراره المطبخ ضروري. صافي انا البنات بديت كنكور. المهم البنات قبلوا عليا كيفاش كندير هذاك الشيء على قد جهدي. راه كما كنقول لكم ديما البنات انا ماشي طباخه ماهره، كنعترف بها. المهم كنسلك راسي، اهم حاجه تكوني كتسلكي راسك، كتسلكي كتفرحي وليداتك تفرحي مول دارك، هذا هي اهم حاجه. ما كتشريش الحاجه من الزنقه، هذه اللي احلى مهمه فهمتوا. حاجه ديال الدار كتكون زوينه بجميع حالاتها وهذا ما كان. المهم البنات بعدا بغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف على التعاليق ديالكم. كلشي البنات فرق البارح قالوا لي تبارك الله عليك دنيا بابسط الحوايج كتبغي تغيري كوزينتك. البارح حتى درت لكم واحد الفيديو قلت لكم ان شاء الله وين نغير كوزينتي، خديت داك البابي اديزيف نتمنى اني كنت طقتو مزيان. وشكرا بزاف لكم كتقولي انك كتفرحي بابسط الحوايج، وراه ديما البنات كنقول لكم راه الا ما فرحتش بابسط الحوايج اللي ما كي ها نتوما اللي ما كيفرحوش القيره ما غاديش يفرحوا الكثير. فديما كنفرح بداك الشيء اللي عندي. راكم عقلتوا رجعوا للفيديوهات القدام، عتي راه ابسط الحوايج عندي راه كان عندك شي بسيط كاع. كانت عندي غير حصيره وكان عندي غير واحد المانطه كنعقل عليها راه باقا عندي لحد الان فيها الكاروات. عتي كنت كنفرش ونشطب ونقاد ونتول وكنفرح، فالحمد لله ربي على هذه النعمه. هذه راه حتى هي راه نعمه. صافي البنات قلت لكم درت غير جوج شكيلات، كنت باغا ندير واحد الشكيل ثالث لان شط لي الزبده. كنت جبتها البنات جوج زبدات كيصحابني غادي ندير جوج، الساعه في الاخر درت غير وحده صافي وشاط لي وحده. دابا ما عرفتش واش ندير الشكل ثاني ولا ما تيفوت العيد ان شاء الله. عرفتي البنات هنا راه كنسال الله ما نكذب عليكم الى هذه اللقطه هذه راه الغد ليه العيد وانا كنقد البنات في الحوار. عرفتي فيديو واحد نهار واحد صورت فيه شي ثلاثه ديال الفيديوهات، لان داكشي اللي كيديروا الناس في مثلا في سيمانه ولا في اربعه السيمانات ولا في جوج سيمانات انا درته في نهار، لان بعد الماسك المهم كتكون الظروف ما كتسمحش بزاف الحوايج. فالمهم صايبت البنات الحلوه دخلتها للفران وكنت باغا نخرج وكنقضي داكشي اللي باقي عندي، فكنحاول نزرب. طيبت اللاطه الاولى وطيبت اللاطه الثانيه حيدتهم عليا. المهم انتم معايا صحاباتي ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. بغيت نقول اختي دخلتي ما تنساش خصك دوني واحد لايك فضلا وليس امرا. هاد الايام كنلاحظ بان اللايكات كيتحيدوا بزاف، عرفتوا علاش البنات؟ لان ملي كدير لايك قبل ما تشوفي الفيديو كيحيدوا اليوتيوب، خاص ضروري تشوفي الفيديو من الاول حتى الاخر علاش ديري لايك باش كيتبت. اولا مثلا البارطاج مهم للقناه، ملي كديري بارطاج الفيديو مع صحاباتك في الواتساب في الانستغرام كيدخلوا عندي فهكا كيتعرفوا على قناتي. اولا مثلا باقي جديد في القناه ما كيعرفنيش اول مره غادي نطلع ليه، ف كنحتاجوا البارطاج وكنحتاجوا اللايكات. راكم عارفين البنت كيتكون يد بوحدو هذا هو حالو. دابا انا البنت شنو وقع ليا؟ غير بديت كنطيب حيت خاصك تفندي الحلوه وهي سخونه في سكر كلاصي، فكنبدا نفند في الحلوه كنحطها في الباني وكنعاود نرجع نقلب لاطه اخرى وغادي نقاد البنات ريشبوند. ريشبوند البنات راكم كتعرفوا الطريقه ديالها راه سهله جدا جدا، راه معروفه ديال زمان حلوه زمان. لا هي لا هذه اللي كنصايب ديال الهلال اسهل حاجه. انا بلات ملي صافي وحلت قلت بغيت نصاوب اسهل حلوه. شنو هي اسهل حلوه؟
بانت لي البنات ريش بوند وحلوه الهلال اللي ساهلين بزاف وكيجيو بنان 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 فوق ما كتخيلوا. راكم عارفين راه الحلوه المغربيه راه معروفه بجميع الاشكال ديالها، راه ماشي غير ما كايناش غير هاد ريش بوند او كاين الهلال، راه كاين بزاف الاشكال. فراه بانت لي اسهل حاجه صافي، بس بديت كنفند بحال هكا وكنحط. وهانتوما ان شاء الله معايا دابا نصاوب الشكل ان شاء الله الثاني، ما غاديش نشارك معكم باش ماشي الفيديو طويل، وان شاء الله في الاخر نشارك معكم الشكل النهائي ديالهم جوج كيفاش كيجي البنات. شي حاجه اللي بسيطه هكون نفرحوا بها وليداتنا ونفرحوا بها الازواج ديالنا، المهم العائله الا جاوا عندكم الحباب بعدا يلقاو ما تحطوا ليهم. وهذه هي هذا المكان صافي البنات. خشيت اللطه في الفران هكا، خشيت اللطه الثانيه في الفران كطيب هانتوما. وغادي نبدا ان شاء الله البنات، قلت بعدا عرفتي شنو وقع لي، قلت غنحيد الروينه الاولى ونبدا في الثانيه، عاداش نبدا في الحلوه الثانيه. شوفوا هنا راه شعلت لي العافيه في هذاك الورق ديال المطبخ ديال الفرن، ما تدوش عليا مت غير بالخلعه. عرفتي انت حتى دابا كنت كندير المونتاج عاداش بانت لي ديك الطريقه باش تشعلات. صافي البنات هكا راني كنحط حدايا واحد الفوطه كما شفتوا، كنمسح فيها يديا ملي كنبدا ناكل كنسالي الحلوه كنمسح يديا فيها حتى نسالي ان شاء الله غادي نصبنها. وهنا كنحاول اني نستف الحلوه في البانيو، المهم كنحاول نستف بحال هكدا ونخليها تبرد في الجنب، حيت الا ما يمكنش تشديها وديرها في السطر غادي خاصها تبرد حيت كتكون سخونه. صافي البنات من جهه لجهه نقاد هنا ونقاد هنا على ما طيب ان شاء الله، وناكل شويه ضروري. دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم ريش بون حتى هي غنديرها في الفران. هانتوما البنات راه غير كتبان لكم كبيره، راه ماشي كبيره، وانا من البنات ما كنبغيش ندير هذيك صغيره بزاف ونلصق وحده مع وحده، لا انا كتعجبني كل وحده تجي مفروزه بوحدها، فهاتي اش كنديرهم شويه كبار، اما ماشي كبيره لديك الدرجه غير الكاميرا كتزومي. انا البنات كندير وحده ما كنديرش، حيت كاين اللي كيديرهم صغار وكيلصقهم بنت. المهم صورتي واحد المتشبعه شحال وانا نهضر معاها، قلت لكم ما كنبغيش تجي يجيو كبار، كنبغيهم يجيو صغار، كنجيو يكونوا كبار وكل وحده تجيب بوحدها حليوه بحال هكذا. المهم اللي كلا بعدا وحده كيشبع. صافي البنات دابا نتوما كنشارك معكم، صافي شعلت على الفرن غير من التحت وشعلت الفوق ولكن نقصت شويه البوطه. صافي طيب ان شاء الله ونشارك معكم، المهم نشارك معكم الشكل النهائي ديالهم. هنا البنات جبت واحد الطنجره ولا واحد الكميله درت فيها واحد القارعه ديال الكوفيتير ديال المهم كفشه ديال المشماش اللي كيكون جاري هو اللي كيجي الحلوه زوين صراحه. ودرت فيها البنات 6 المعالق ديال ما زهر ديال العامري، راه معروف البنات راه زوين هاد ما زهر بزاف بزاف، هو اللي كنستعمل ديما ملي كنبغي ندير الحلوه زوين زوين واعر. صافي هنا هانتوما كيما شفتوا كنبقى نحركو والا شفتوه انه باقي ثقيل كديروا البنات الخل ما تديوش عليا، انا ما كديروا البنات المزهر ما تديوش عليا الا قلت شي حاجه. البنات درت الكوفيتير المهم راك شاركت معكم، دابا كنخلط فيهم بحال هكذا وكنزيد البنات كنزيد بحال هكذا. قلت لكم البنات المهم كتعاونني اسراء بنتي كنقول لها حطي ليا. صافي عتي واقفه الفران سخون بزاف بزاف بزاف، صافي كنحاول اني نمزجهم. شوف الفران ولا حالته خصني غير نسالي ان شاء الله. دابا راه الوحده ونستعلل وانا باقه سهرانه وبنتي كنقول لها سيري نعسي مسكينه جاتك والو نعاونك، حطي وحده اخرى صافي بارك الله سيري وما تنعسي. شوف سيري تنعسي درتها حيا صافي غنكمل ونغسل المينات ها سيري وما تنعسي انا غنسالي ونرجعي عندك يلاه. هنا البنات راه باقي ليا هادو وباقي ليا في الفران هانتوما البنات باقي ليا في الفران ولكن غير هاد بقى ليا غير هادو غير شي حاجه قليله. شوفوا الكاغط الورق ديال الفرن وقف تحرك وقف. يا الله صحباتي انتم معايا حتى بغيت كنهضر معكم والنعاس قتلني النعاس صافي وصلت للحد ديالي. المهم البنات راني عتي صافي شنقول لكم عتي راك انا شي جوج ولا ثلاثه ديال الصباح هنايا، علاش لان نعاست بنتي ما قدرتش نكمل مازال فنت البنات الاولين في سميتو على مشط الرجيم صافي دخت في الكوفيتيرا البنات والكوك. وهادو اللي بقاو ليا صراحه عيد وتجي نشارك مع البنات، ما شاركتش معكم اللي كنت كنفني كنت كندير فيهم ما شاركتش معكم باش ما يجيش البنات هكا الفيديو طويل. هنا راه باقي ان شاء الله غنعاود نرجع هادو شويه للفران، بانوا لي ما محمرينش مزيان غادي نرجعهم يتحمروا، واخا ما كنبغيش انا داك التحمار ثاني تي كيجيو محروقين. حيدت وحده باش ناكلها حيدتها صافي غادي نديرهم ان شاء الله ندخلهم هكا للفران يعاودوا غير يتحمروا غير شويه صافي ونفندهم البنات. هنا درت عاوتاني قريعه ديال الكوفيتير ديال المشماش وعاوتاني درت المزهر صافي. عتي راه كنهضر معكم هاد اللحظه كنمونطريكم الفيديو
حيت داك اللقطه حسيت براسي عيانه، فملي بديت كنمونطي الفيديو رجع ليا داك الاحساس اللي كان ديال العيا. عرفتي راه شنو نقول لكم؟ باش والما انت هما خليتهم حتى الصباح، ما قدرتش باش ما نكذبش عليكم. صافي عيت البنات واحد اللحظه عييت عييت بزاف، فخليت الماء حتى الصباح هذا ساليتهم. المهم البنات ما غتفهموا حتى شي حاجه، دابا راه البارح اول مره، ماشي اول مره وقيلا غندير لكم فيديو في يومين. البارح البنات ما قدرتش نكمل، صافي عييت عييت صافي تهلكت، غير صايبت الحلوه. المهم غير صايبت الحلوه وداك الشيء باش انني نستفها، ما استفتهاش البنات، ما صايبتها، ما درت لا والو. اصلا ما عندي سطل، غنخرج نشوف الا كان سطل خاص محتاج سطل، ما عنديش، عندي واحد كندير فيه الدقيق والاخرين ما غاديش. المهم غنشوف شي سطل ان شاء الله يكون رخيص غادي ناخذو. واش ناخذ؟ بغيت نقول لكم شي حاجه، ما وريتكمش كيفاش جات، غنوريكم دابا ان شاء الله كيفاش جات، وغادي نخرج نشوف السطل. المهم نشوف السطل، شي سطل هكا عندك من 5 درهم اللي كنمشي عندو ديما، غنمشي نشوف لك عندو شي سطل هكا يكون زوين ناخذو. دابا كنهضر معاكم، حتى الماعن ديال الحل ما غسلتهمش، يلاه دابا غسلت كلشي كلشي، رديت الدنيا كتشعل، ضربتها بواحد الشفا للدار ديال الكلب لانني غادا خارجه دابا غنخرج. صافي وفقت بكري، حيت رفقت مع 8:30 وما ساليتش بكري، ما ساليت حتى شي حاجه لانني عييت البارح. البارح راه جوج ديال اللي هضرت معكم قلت لكم وحده، راه جوج راني باقا فايقه، ما عرفتش جوج ولا ثلاثه باقا فايقه. يلا البنات ان شاء الله نتوما معايا، نبدا نوريكم هذا الشيء هنايا. تشوفوا اختي، تشوفوا ديال الروينه، ولكن الحمد لله شوفوا ماشي روينه، لقيناها وردناها كتعاد مقاده بلا روينه لا والو. يلا نتوما البنات بغيت نوريكم بعدا غير الماء اللي غسلت، حيدتهم عليا ها نتوما غسلت هادو. هذا فين هذا فين درت الكوفيتير وفين دورت لكم، شفتو مونيكس احتاجيتهم لانني حركت بهم في الاول. الخليط عطاش مرهم درتهم في القصريه، عاداش بديت كنخدم، خدمت بهادي وخدمت هادي، هذيك ما بغيتش نخرج عليها، هذيك كتجيني المهم هذيك زوينه، شي حاجه سخونه كنديرها في هذه، شي حاجه بارده في هذيك. صافي وهذه حكيتها مزيان مزيان. هذه البنت راه كنحتاجها، هي كتولي مصديه لوحيها، ولكن كندير لها البنات الورق ديال الفرن كتولي زوينه. ها انتما شوفوا كيفاش رجعتهم، كتشعل كتشعل البنات بالجيكس قصريه خلاص ضروري هكاك احتاجيتها. عرفتي ما خليت شي حاجه، غسلت الماء عند اصلا ما عند الفطور حيتهم البارح. صافي البنات شفتو، وهنا عاوتاني بطبيعه الحال جمعت الروينه وبديت تنقى، نقيتها مسحت الثلاجه درتها بواحد التجفيفه البنات، غير تما راكم عارفين كتبقى تطيح الغبره، ما عندي كي ندير. نقيت الكوزينه حتى هي نوريكم، ها انت اختي الكوزينه هاتا كتشعل، نصرت واحد الحوايج كانوا عندي عاوتاني انا والحوايج ما نساليوش. ها انتم اختي صافي، نصرت واحد الماط كاين واحد الشميشه. صافي دابا عاد نخرج وانا مرتاح الحمد لله. الحمد لله البنات ملي كنجمع كروينتي وداك الشيء كنرتاح، ولا كنرتاح. دابا دابا نخليو حتى نرجع صافي وهذا مكان ما عاد. المهم بغيت نشارك معكم الحلوه دابا ولا تنرجع؟ باقي تنرجع لانني زربانه عندي ما يدار. عرفتي اش درت ليها؟ خديتها في السطوله، ماشي في السطوله، بانيوات كبار درتهم فيهم وغطيتهم غير بواحد الحاجه اللي خفيفه بحال مشبكين، بحال داك الساطه المشبك. ان شاء الله البنات نشارك معكم اي حاجه. يلاه البنات هانتوما ان شاء الله معايا نخرجوا، نقدر نديكم معايا. يلاه هانتوا معايا صحباتي، ويلاتي كنشوف هكا كنقول شوفي دنيا حطيت كلشي في الارض. الارض اختي ما رحمتهاش، كاينه الطبله ولكن الطبله البنات ما كنبغيش نحط فيها الصراحه، كتولي الدنيا ميه. بعدا هنايا غادي نحيدهم ونضرب واحد الشفيفه بالزربه صافي. صحباتي يلا دخل دابا الصراحه مشيت باش ناخذ سطل ديال الحلوه، ولكن لقيت هذاك مول السطول اللي كيبيع لك شي 5 درهم لقيته ساد، وقيلا ما كيحل حتى العشيه. صافي بغيت نشارك معكم هذا الحلوه كيفاش جات ملي صوبتها البارح، وبقيت شاركت معكم هانتوما البنات. الصراحه خرجت لي هذا، خرجت لي هاد السوبر، هادي عامره كتبان لكم صغيره في الفيديو، راه كبيره ما شاء الله. خرجت لي بانيو عامر، هانتوما بس كيفاش كتجي صراحه، جات زوينه. وجاتني واحد الفكره، عرفتي اش غندير البنات؟ غنهز السطل ديال الدقيق اللي عندي، غادي نخويه نديرو في داك دوك هادوك الغنجمر الكبار اللي عندي اللي كندير فيهم داكشي اللي كيشط عليا، مثلا اللي خازنه ولا شي حاجه، مثلا المواد الغذائيه اللي كناخذ منهم بالزايد، غادي نديرهم تما حيت عندي خاويين، غنعمرو فيهم الدقيق ياكو. وغادي ندير الحلوه في السطل، غادي نضربها على السطل بواحد الحكايه ان شاء الله بالتيدو جافيل، وغادي نمسحو وغادي ندير فيه الحلوه ديالي باش تبقى ليا زوينه. صافي هادي هي الفكره اللي جاتني، حيت ما يمكنش البنات نخلي الحلوه هكا. بعدا المهم خليتها بايته هكا غير باش تنشف وباش ما تغملش ليا ولا شي حاجه. صافي وغادي دابا نست فيه الحلوه. السطل الصراحه زوين كيخلي لي حلوه زعما كتبقى زوينه، حيت فايته دايره فيه الحلوه. صافي البنات خديت هكا واحد، خديت ريشبون غنستفها في جهه، وحلوه الهيل غادي نستفها ان شاء الله في جهه.
وبغيت نقول لكم صحاباتي شكرا بزاف على الدعم ديالكم على اللايكات ديالكم. كنبغي نشكركم حيت هنايا لاخر لا فيديو اكيد كتكونوا درتوا اللايك درتوا الكومونتير ودرتوا القليبات اللي بحالكم حتى هما كزوينات بزاف وعزيزات عليا. بغيت نقول لكم البنات اللي ما دخلش عندي الانستغرام هذا هو الانستغرام حط لكم هنا واحد التصويره يوميه الدنيا مرحبا بكم تما البنات كنكون ديما وكنحط ستوريات زوين بزاف حيت اليوتيوب خاصك تمونطي بزاف الحوايج في الفيديو راكم عارفين كنحط فيديو كل نهار مع 9:30 اولا كنحط نهار اهو نهار لا على حسب الظروف ديالي. فالانستغرام كيجيني ساهل ندير ستوري نقول شنو عندي ولا شنو بغيت نوصل لكم بالزربه. فهذا هو الانستغرام ديالي كما شفتوا في الشاشه اولا ها هو حطيت لكم هنايا وغنقول لكم سلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم فرحة الله ورعايته.